السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من وقت فقر على قناة الأهلي. زي ما حضراتكم متعودين دايما بنبقى جايين عشان نعمل حصاد أسبوع للدوريات الأوروبية وكل ما يخص محترفينا المصريين. أسبوع كان مهم جدا كالعادة، محمد صلاح بيتألق فيه وبيحقق أرقام قياسية جديدة، وأيضا كان أسبوع يعني مخيب لمحترفينا المصريين أو بالأخص محمد النني بعد ما خسارته في نهائي الكاس أمام مانشستر سيتي. طبعا كنا نستحق أو كنا نأمل أن محمد النني يبقى يحصل على لقب جديد مع أرسنال، لكن قوة مانشستر سيتي بتحسم لقب البطولة وبتحصد أول لقب إنجليزي في الموسم الحالي. أيضا محترفين المصريين بيتألقوا، حسين الشحات بيتألق مع نادي العين الإماراتي، عمرو وردة بيضرب بقوة بعد الحادث اللي تعرض ليه في اليونان، هدف رائع جدا واحتفال عن الهدف أكثر من رائع. أيضا تريزيجيه وكالعادة يعني تريزيجيه كل أسبوع بيبدع في الدوري التركي، دوري صعب جدا، دوري قوي، دوري محتاج مهارة وقوة وسرعة، وتريزيجيه بسم الله ما شاء الله. نتكلم على الشامبيونز ليج، وأكيد بدل ما أسبوع الشامبيونز ليج بيجي كلنا بنستعد علشان نشوف الحدث الأكبر في العالم وبالأخص يعني الأندية الأوروبية، أكبر بطولة فيها أندية أوروبية في العالم. يعني احنا بنتكلم على كاس العالم، ده اكبر بطوله فيها منتخبات، لكن اليويفا تشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا هو اكبر بطوله فيها انديه كلنا بصراحه بنستمتع بيها، فيها اكبر الانديه واعرق الانديه. اسبوع مهم جدا، نتكلم على نيمار واصابته وهل ده هيؤثر على فريق باريس سان جيرمان في مباراته المهمه امام ريال مدريد، نتكلم على توتنهام ويوفنتوس، ونتكلم على ليفربول، هل فعلا ليفربول قدر ان هو يتاهل بفضل الخماسيه اللي حققها في ملعب بورتو ولا لا، وهيكون معانا مداخله هاتفيه من انجلترا. طبعا هنتكلم فيها على محمد صلاح، الانديه الانجليزيه، هل يستطيع الانديه الانجليزيه ان هي تبعد اكتر من كده في دوري ابطال اوروبا، وايضا ارسنال والقرعه الناريه اللي وقع فيها امام اي سي ميلان، هل هيقدر ان هو يتخطى اي سي ميلان اللي ايضا في كاس ايطاليا بيصعد الى النهائي بعد فوزه على لاتسيو بضربات الجزاء. كلنا اكيد يعني متحمسين وكلنا بنحب جاتوزو بعد ما شفناه عنده روح عاليه جدا جدا مع فريقه، زي الروح اللي كان بيتسم بيها في اي سي ميلان لما كان لاعب كره قدم، ايضا نفس الروح بيبقى موجود فيها او فعلا هو موجود فيها مع فريقه اي سي ميلان وصعوده للنهائي. كل ده اكيد هنتكلم فيه بالتفصيل، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، وبدايه نبدا بنهائي كاس رابطه المحترفين الانجليزيه، وزي ما احنا قلنا ان خساره ارسنال بتعني ان خساره محمد النني لقب وبطوله جديده بتضاف الى تاريخه، ايضا الى المصريين المحترفين في انجلترا. ارسنال بيخسر 3-0 من فريق مانشستر سيتي اللي بصراحه هو محدش قادر ينافسه الموسم الحالي سواء في الدوري الانجليزي او في كاس رابطه، يمكن البطوله الوحيده اللي خرج منها لحد دلوقتي هي الاف اي كاب او كاس الاتحاد الانجليزي. مباراه كانت سهله لفريق مانشستر سيتي، اجويرو قدر يجيب الهدف الاول، طبعا هدف مشكوك في صحته من الناحيه التحكيميه، فاول واضح جدا لكن حكم المباراه يعني بيعمل نفسه مش شايف الخطا اللي عامله اجويرو او التعطيل اللي عطله اجويرو لمدافع ارسنال، وبيستغل هذا التعطيل او الخطا الفادح زي ما بنقول بلغه الكوره، ويعني بيحرز هدف اول وكان سبب في فتح دفاعات فريق ارسنال، ومانشستر سيتي قدر ان هو يحرز هدفين كمان عشان المباراه تنتهي 3-0. قبل ما نروح للمباراه وقبل ما نشوف الاهداف وفرحه فريق مانشستر سيتي وازاي الفريقين استعدوا للمباراه، تعالوا نستعرض مع حضراتكم او اقول مع حضراتكم ابرز الاحصائيات والارقام اللي بتخص مباراه ارسنال ومانشستر سيتي. ارسنال اول فريق في تاريخ كاس الرابطه بيخسر 3 مشاركات متتاليه في النهائي، يعني كل المشاركات اللي ارسنال شارك فيها في النهائي كلها خسرها، وهم احنا بنتكلم على 3 مشاركات متتاليه 2017 و2011 2007 2011 و2018. وكمان ارسن فينجر هو اول مدرب او مفيش مدرب خسر زي الخسارات اللي خسرها ارسن فينجر 3 نهائيات ورا بعض، او العدد اللي شارك فيه ارسن فينجر ان هو ايضا خسر في 2007 و11 و18 بيتساوى مع اليكس فيكسون واللي حقق اللقب 4 مرات. بيب جوارديولا ربح 10
10 مباريات نهائيه من اصل 11 مباراه كمدير فني. الخساره الوحيده اللي خسرها كانت ضد ريال مدريد في نهائي كاس ملك اسبانيا في 2011. انديه مانشستر بصفه عامه حققت لقب كاس الرابطه في اخر 4 اعوام واللي اقيم فيها كاس العالم، يعني كل الاعوام اللي كان فيها مشاركه لي او مناسبه كاس العالم انديه مانشستر حققت فيها كاس الرابطه، وده كان مع مان يونايتد في 2006 و2010 ومانشستر سيتي في 2014 و2018. أرسنال خسر نهائي كأس الرابطة 6 مرات من أصل 8 مشاركات، وطبعا ده أكثر من أي فريق آخر. مان سيتي حقق لقب كأس الرابطة للمرة الثالثة في آخر 5 مواسم، وأرسنال طبعا بيتلقى 3 أهداف أو أول مرة يتلقى 3 أهداف في مباراته على ملعب ويمبلي من سنة 99 في شهر أكتوبر. أجويرو سجل في 7 مباريات من 8 مبارياته الأخيرة ضد أرسنال في كل البطولات، منها آخر 5 على التوالي. مانشستر سيتي أصبح تاني أكتر فريق بيحقق كأس الرابطة الإنجليزية برصيد 5 بطولات، ليفربول هو الأكثر برصيد 8 بطولات. أكيد ليفربول نادي عريق جدا، وأكيد كلنا عارفين معلومة زي دي، ممكن يكون الأجيال الجديدة اللي ما تابعتش كرة إنجليزية قبل كده تكون عارفة إن ليفربول من أعرق الأندية سواء في بطولات الدوري أو في بطولات الكأس. جوارديولا لعب 11 نهائي زي ما احنا قلنا، و يعني كسب 10 نهائيات فأكيد رقم بيتحسب لبيب جوارديولا المتخصص دايما، اللي لما بيتعاقد مع نادي بيكون هدفه الأول حسم كل البطولات اللي النادي بيشارك بيها. مانشستر سيتي عنده أيضا بطولة أو عنده مباراة مهمة جدا أمام بازل في دوري أبطال أوروبا، لكن أعتقد أن هي محسومة. كسب المباراة الأولى 4-0 في سويسرا، وبالتالي المباراة الثانية اللي هتكون على ملعبه وسط جمهوره أكيد هتكون محسومة. ممكن جوارديولا يفكر في راحة بعض اللاعبين، وده سبب أن الدوري عنده مضغوط سواء في مباراته أيضا اللي هنتكلم عليها اللي أقيمت أمس أمام فريق أرسنال واللي كسب أيضا 3-0 هنتكلم عليها بعد ما نخلص مباراة الكأس، وأيضا عنده مباراة في الدوري قادمة أيضا ومباراة في الشامبيونز ليج. هنروح سريعا نشوف إزاي استعد الفريقين لنهائي كأس الرابطة ونشوف أهداف اللقاء وإزاي احتفل فريق مانشستر سيتي بكأس البطولة، ونرجع نكمل مع حضراتكم.
أرسنال أكيد لازم نتكلم أيضا على مبارياته أو المباراة اللي دارت ما بينهم بارح يوم الخميس في بطولة الدوري. خلصوا بطولة الكاس ومانشستر كسب الكاس ونتيجة كانت 3-0، فبيرجعوا على مباراتهم في الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات، وقلنا أن ممكن أرسنال يعمل حاجة جديدة، ممكن أرسنال يفاجئنا وياخد حقه اللي فرط فيه ومباراته اللي خسرها في نهائي الكاس 3-0. لكن للأسف أرسنال بيخسر مباراة أو مباراته اللي لعبها في الدوري الإنجليزي على ملعبه بنفس النتيجة 3-0، عشان تكون أول مرة لفريق مانشستر سيتي يحقق فوز على أرسنال على ملعبه وعلى ملعب السيتي من فترة بعيدة جدا من موسم 75-76. فأكيد يعني عدى زمن طويل جدا إن أرسنال يبقى زي ما حضراتكم شايفين بيخسر خسارات كبيرة، وبيخسر على ملعبه خارج ملعبه كمان 3-0 على ملعبه من مانشستر سيتي، أكيد نتيجة كبيرة. لكن أكيد جوارديولا مدير فني محترم وعنده لعيب على أعلى مستوى، لكن يبقى اسم أرسنال هو نادي أرسنال اللي مش هيفضل يتغير تاريخه حتى لو مر إيه. يعني هو هنتكلم برضو على شوية إحصائيات وأرقام على المباراة قبل ما نروح نشوف أهدافها، إنني ما شاركش في مباراة الكاس وأيضا ما شاركش في مباراة الدوري، وكان مكتفي بي أرسن فينجر على مقاعد البدلاء. مفيش شك إن محمد النني واحد من أهم اللاعبين المصريين اللي موجودين في أوروبا، وجوده مع أرسنال لما بيشارك بيبقى مهم جدا 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 وبيعمل اللي عليه، ايضا مع منتخب مصر وجوده بيبقى مهم، والناس اللي عندها خلفيه كرويه كبيره جدا هي اللي بتحس بوجود محمد النني، وشفناه في اكتر من مباراه مع منتخب مصر لما بيشارك ازاي بيبقى مؤثر، وازاي لما مش بيشارك ايضا بيكون عدم وجوده مؤثر على المنتخب. نروح لبيب جوارديولا وارسنال ومانشستر سيتي ونشوف او اقول مع حضراتكم اهم الاحصائيات والارقام على الفريقين. بيب جوارديولا كسب 69 مباراة من 100 مباراة مع مانشستر سيتي، عادل في 18 وخسر 13. لأول مرة في مسيرة مانشستر سيتي أو أول مرة مع مسيرته مع مانشستر سيتي طبعا لروي ساني يشترك بهدف واحد على الأقل في 4 مباريات متتالية، سجل 2 وصنع 3. أكيد أرقام كبيرة جدا حققها بيب جوارديولا ومانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، لكن هنروح بسرعة نشوف الأهداف ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الفقرات اللي موجودة معنا. جمهور أرسنال الجمهور ده خفيف جدا، أعتقد يعني حاليا في أوروبا هو الجمهور الأتعس ما بين الأندية الكبيرة اللي موجودة في العالم أو موجودة في أوروبا، بما إن احنا بنتكلم على الكرة العالمية، فطبيعي جدا جمهور بعد خسارته في أقل من أسبوع بست أهداف في مباراتين، سواء مباراة الكاس اللي انتهت 3-0 أو مباراة الدوري اللي انتهت 3-0، فعملوا بقى فيديو كوميدي بيتكلم على حال جمهور أرسنال وقسموه. حال جمهور أرسنال في بداية الموسم بيبقى عامل ازاي؟ كلهم تفاؤل، وطبعا الميديا والاعلام بيتكلم على فرص ارسنال بعد الصفقات اللي بيحققها كبيره جدا، سواء بالفوز ببطوله الدوري او بالشامبيونز ليج، ومع بدايه الدوري وفي نص الدوري وبنهايه الدوري. فاكيد فيديو مش محتاج شرح، لكن احنا هنروح نشوفه ونشوف خف الدم جمهور فريق ارسنال وازاي قدروا يعملوا فيديو كوميدي يطلع بشكل حركه ما تشوفوه، ونرجع نتكلم بقى على دوري ابطال اوروبا. This is Arsenal choking syndrome, an appalling illness which affects a small section of the football community. ACS started developing in North London around 2005. Sufferers can seem normal to you and I, but on the inside, they're alone and confused. The cycle is always the same. In the late summer months, sufferers are deliriously hopeful, voting positively in TV and online polls. However, in January, fans show signs of anxiety with news of injured players and inconsistent performances. February and March is where it all goes wrong. Heavy and vicious choking, intense whinging, and uncontrollable tweeting. Come May, fourth place is confirmed and completes the cycle of ACS. They want to live a normal life like you and me. But there's no hope of that without your help. Together, we can bring some happiness back into their lives. Just one hug can let an Arsenal fan know it's going to be okay.
يعني هي دي اعراض تشجيع نادي ارسنال الانجليزي للاسف واحد من اعرق الانديه الانجليزيه. لكن هل ارسن فينجر هيكمل مع نادي ارسنال ولا هيتم تغييره اخيرا ويجي مدير فني جديد عاشق لناديه؟ في اكثر من اسم مرشح على فكره، بنتكلم على باتريك فييرا، بنتكلم على دينيس بيركام، وبنتكلم ايضا على الاسطوره الفرنسيه تييري أنري. نروح للتشامبيونز ليج ونتكلم على الشامبيونز، لكن قبل ما نروح ونشوف التقرير الصوتي اللي بيتكلم على المواجهات القادمه في بطوله دوري الابطال، عايز اشرح لحضراتكم النظام الجديد اللي تم الاعلان عنه من خلال الاتحاد الاوروبي. زي ما حضراتكم عارفين ان بطوله دوري الابطال فيها 32 فريق بيبقوا موجودين في مرحله المجموعات. النظام اتغير، كان الاول في بعض الخطوات او بعض الادوار التمهيديه، وكمان في دوريات كانت مهدوره حقها في التصنيفات، وكمان التاهل لدوري الابطال او دوري لدور المجموعات. فبالتالي الاتحاد الاوروبي اعلن انه هيتاهل 26 فريق مباشره الى دور المجموعات، الاول كان 22 فريق. فاحنا هنشرح لحضراتكم براحه كده ازاي الاتحاد الاوروبي اعلن الكلام ده. طبعا بدايه انجلترا واسبانيا وايطاليا والمانيا اول اربع فرق فالاربع دوريات هيتأهلوا مباشرة الى دور او دوري المجموعات، يعني من الاول للرابع في انجلترا واسبانيا وايطاليا والمانيا هيتأهلوا مباشرة الى دوري المجموعات، زائد الفريق البطل وفريق البطل في الدوري الاوروبي. فبالتالي كده هيبقى معانا 16 فريق، هيبقى معانا 18 فريق. بعد كده هيتأهل طبعا هم صنفوا ان فرنسا وروسيا المركز الاول والثاني من الدوري الفرنسي والدوري الروسي، يعني الدوري في فرنسا المركز الاول والمركز الثاني هيتاهلوا الى دوري المجموعات، وفي روسيا الاول والثاني هيتاهلوا الى دوري المجموعات. كمان لسه ابطال كل من الدوريات اللي الاتحاد الاوروبي صنفها ان هي السابع والثامن والتاسع والعاشر ابطالها هيتاهلوا مباشره. مين هم بقى الدوريات دول؟ البرتغال، أول البرتغال هيصعد مباشرة إلى دوري المجموعات، وأوكرانيا وبلجيكا وتركيا. طيب كده احنا يبقى احنا معانا 26 فريق، الست فرق اللي هتبقى موجودة ازاي هيصعدوا؟ دول من دوري أو من الدور التمهيدي. ست فرق هيصعدوا من الدور التمهيدي علشان يروحوا لدور المجموعات عشان يبقوا 32 فريق. يجي هنا سؤال مهم جدا، طيب لو في الدوريات الأربعة واحد من الفرق دول كان هو البطل، بطل الدوري الأوروبي، يعني على سبيل المثال ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس أو كسبوا البطولة، مين يخش مكانهم؟ هنا طبعا الاتحاد الأوروبي حسم القصة دي وإدى فرصة للدوري التشيكي. الدوري التشيكي بقى هو البطل، البطل الدوري التشيكي هيتأهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا في حالة لو البطل كان من الأربع دوريات أو هو تأهل مباشرة إلى دوري الأبطال. أيضا لو الدوري الأوروبي حد كسب الدوري الأوروبي وتأهل، مين اللي يحل مكانه في دور المجموعات؟ ثالث الدوري الفرنسي. وبكده يكون معانا 32 فريق في دور المجموعات، واتكلمنا وحاولنا نشرح لحضراتكم ازاي اللائحه الجديده طبقت. اعتقد ان هي هتدي طابع تنافسي جديد وممكن تدي اكتر من فرصه لانديه تكون متواجده، عشان زي ما حضراتكم عارفين ان في معظم الانديه اللي موجوده في الدوريات زي مثلا البلجيكي والبرتغالي والتركي ممكن يخرجوا من الدور التمهيدي، لكن الاتحاد الاوروبي بيعطي فرص للجميع علشان يكون موجود في دور المجموعات. نروح لتقرير صوتي عن دوري ابطال اوروبا وعن المواجهات القادمه ان شاء الله، ونرجع نكمل مع حضراتكم. واحنا بنتكلم على دوري الابطال واتكلمنا ايضا على مانشستر سيتي واتكلمنا على انجلترا، لازم نطير بسرعه لانجلترا وبالاخص مدينه مانشستر علشان نسمع من صحفي انجليزي متواصل معانا، واكيد هيوضح لحضراتكم كل ما يخص الكره الانجليزيه وفرص الفرق الانجليزيه في الشامبيونز ليج، وايضا محمد صلاح بعد تالقه. هندريك، اتس ا بليجر تو هافينج يو ان الاهلي تي في. Hello, good to speak to you. Pleasure being with you. Hendrik, of course, I will ask you, but I will translate, then I will be back to you. So it's okay? Okay, perfect. طيب احنا طبعا في البدايه هنساله الاسئله وبعد كده هنرجع نترجم لحضراتكم وهنستكمل معاه باقي الاسئله. هنريك،
the beginning, I want to ask you about the opportunities of the English teams in the UEFA Champions League. What do you think? Yes, I think with five English clubs still in the Champions League, there are big hopes in England that at least one of the English teams might make it to the final or even win the competition. And of course, that might be Manchester City, who are so dominant in the league this season and playing such impressive football. So Manchester City, from all the English teams, are seen as the big favorites in the competition. Of course, they will have easy game against Basel. But I want to ask you, do you think Tottenham had the chance to win against Juventus? I think they have, yeah, because they have shown a great comeback in the first leg at Juventus. And they're really strong in this Champions League campaign. They've beaten Real Madrid at Wembley in the group stage. And I could imagine that they will create a surprise and beat Juventus and progress to the next round, yes. Also, Manchester United. Yeah, Manchester United, it's a bit difficult there. I think it's a high risk to go in a second leg against Seville with a 0-0 draw, because a one each in the second leg in Manchester would mean that they would be out. So it's high risk from Jose Mourinho there. But they've shown against Chelsea that they can, against Chelsea in the league recently, that they can beat strong opposition, especially at home. So I think Manchester United will go on to the next round. I will translate. So, في البداية طبعا سألته عن حظوظ الفرق الإنجليزية في بطولة دوري الأبطال. هو اتكلم وقال إن وجود أندية أكتر من نادي إنجليزي ده حاجة أكيد مشرفة للكرة الإنجليزية. هو شايف إن ممكن على الأقل أكيد فريق إنجليزي يفوز باللقب. هو فريق مانشستر سيتي المتألق في بطولة الدوري ومتصدر جدول الترتيب. ايضا سالته على توتنهام وفرص فوزه على يوفنتوس، قال لي يعني فرصه كبيره بعد ما تعادل اتنين خارج ملعبه هيرجع ويمبلي وهو عنده فرصه كبيره جدا في فوزه باللقاء. سالته ايضا على مانشستر يونايتد، قال لي ان ريسك كبير جدا او مخاطره كبيره انه يتعادل 0-0 ويلعب على ملعبه مباراه الثانيه امام اشبيليه من الفرق الخطره، ممكن يعني مباراه تكون سلاح ذو حدين. هنريك اوف كورس يعني England, so we will talk about Mohamed Salah. I want to know from you the opinions about Mohamed Salah in the press and the media after he every day is breaking a new record. Yeah, he is. So the press, of course, in England are full of praise for him. He's without a doubt the best transfer of the season, seen for how relatively little money he came, like little money in the modern market, of course, and for making such a huge impact. He scored, I think, 31 goals in all competitions this season. He's the second best striker in the Premier League, so everybody's just amazed by the impact he has. And Jamie Carragher, the yes. former Liverpool player, just wrote in his column in the newspaper, The Telegraph, that, and this is a quote now, "No signing at any English club has made a better start to the Premier League career than Salah." So I think this is quite a remarkable statement and just shows the admiration for the player there. Liverpool will leave Mohamed Salah next season for an example, Real Madrid, if they ask about him? I'm not really sure. I think it's always the talk comes very quickly when a player is playing a good season, that there's going to be speculation. Is he going to leave? Is he going to go for Real Madrid? I could see him stay at Liverpool because I think he knows what he has in Liverpool and what impact he still can make there. And he's also kind of young, so I could imagine him staying there. Hendrik, thank you so much for having you in Al Ahli TV. Of course, we will meet again, and thank you so much. Yeah, perfect. Thank you. It was a pleasure. Thank you. طبعا سألته على محمد صلاح في الصحافة وفي الإعلام الإنجليزي بعد ما كل يوم بيكسر رقم جديد، قال لي أكيد لاعب متألق، تاني أحسن يعني توب سكور بتاع الدوري الإنجليزي، تاني واحد بعد هاري كين، أحرز 31 هدف في كل المسابقات في 37 لقاء،
ايضا نتكلم على جيمي كاريجر، واحد من اساطير ليفربول، اتكلم عليه في الاعلام ايضا بشكل رائع جدا. وسالته اخيرا على فرص انتقال محمد صلاح ريال مدريد، هل ممكن ليفربول يسيب محمد صلاح في الموسم القادم؟ قال لي محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل الموسم القادم، وكل ده بيحصل بسرعه جدا. لكن انا بقول لحضراتكم يعني ريال مدريد واحد من الانديه اللي اكيد مهتميه. ليه انا بقول كده؟ علشان كلام جريده ومارك ماركا دي اكتر جريده مقربه لفريق ريال مدريد. لسه مكملين مع حضراتكم في الشامبيونز ليج، ونروح بقى يعني نتكلم سريعا على شويه احصائيات خاصه بالشامبيونز ليج بالجوله القادمه. زي ما احنا عارفين الجوله القادمه هتكون يوم الثلاث 6 مارس والاربع 7 مارس. يوم الثلاث ليفربول هيلاعب بورتو، وباريس سان جيرمان هيلاعب ريال مدريد. يوم الاربع 7 مارس مانشستر سيتي هيلاعب بازل، وتوتنهام هيلاعب يوفنتوس. طبعا اخر فريق برتغالي كسب في الملاعب الانجليزيه كان موسم 2005-2006 لما فاز بنفيكا على ليفربول بهدفين مقابل لا شيء في اياب دور 16 للبطوله. ليفربول سجل 31 هدف في شباك الانديه البرتغاليه، فيما اهتزت شباكه 19 مره وحقق الفوز في 9 مباريات وتعادل 5 وخسر 6 من 20 مباراه. اتكلم على ريال مدريد انه لعب 28 مباراه امام الانديه الفرنسيه، حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 وخسر 7 مباريات. حقق ريال مدريد الفوز في 5 مرات في الأراضي الفرنسية. ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة هم الناديين الأسبانيين الوحيدين اللي نجحوا في تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه ووسط جمهوره. أما نتكلم على مانشستر سيتي وبازل، إن بازل السويسري حقق فوز واحد فقط في تاريخ لقاءاته على الأندية الإنجليزية في ملاعبها، وده كان على حساب تشيلسي في موسم 2013-2014 بنتيجة 2-1. مانشستر سيتي هيخوض المباراة رقم 60 في تاريخ مشاركته في دوري أبطال أوروبا. آخر فوز نتكلم على اليوفنتوس، يوفنتوس وتوتنهام والمباراة المرتقبة، واللي أنا شايف إنها تكون من أقوى مباريات الجولة. إن آخر فوز بيحققه يوفنتوس في إنجلترا كان في عام 2015 لما حقق اليوفي الفوز على مانشستر سيتي في دور المجموعات موسم 2015-2016. توتنهام حقق الفوز على ناديين ايطاليين هم الانتر وميلان في موسم 2010-2011 لما فاز على انتر في دور المجموعات 3-1 وعلى الميلان في دور 16-1-0. تعالوا نروح نفكر حضراتكم سريعا باهداف مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ونرجع نكمل مع حضراتكم. مباراة مهمة جدا، ويمكن أكثر النجوم اللي اتكلموا عليها نجوم كتيرة زي فرانشيسكو توتي النجم الإيطالي كابتن فريق روما، واللي طبعا كان ليه رأي. يعني تعالوا واحنا بنتكلم مع حضراتكم نستعرض ونشوف فرانشيسكو توتي اتكلم وقال إيه على مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ورأيه مين اللي ممكن يفوز بالمباراة، هل فريق ريال مدريد ولا فريق باريس سان جيرمان؟ يعني كل اسبوع او كل مباراه بيحصل حاجه جديده او كارثه او اصابه لفريق باريس سان جيرمان. طبعا الاصابه الابرز هي كانت اصابه نيمار. نيمار اتصاب في مباراه مارسيليا اللي قدر فريق باريس سان جيرمان يفوز فيها 3-0، واصابه ملهاش اي لازمه او بدون اي داعي. لكن قبل ما نشوف ونتكلم على نيمار ونتكلم ايضا على مبابي واصابته، وهل هو هيلحق مباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد ولا لا، تعالوا نشوف توتي قال ايه ورايه في المباراه ونرجع نكمل معاه. una delle partite più importanti che si possa giocare, due squadre di livello mondiale con giocatori top top. Sarà una partita bellissima da vedere, bellissima da giocare, bellissima tutto, l'atmosfera. Spero possa vincere migliore. Chi è migliore? Migliore squadra? In questo momento sembra Real Madrid, anche perché stiamo parlando di una squadra che ha sempre fatto bene in questi anni di champion. Perciò ma di fronte affronterà una squadra che può dire anche la sua. E sapete Neymar è l'abras في الاسبوع الحالي والاسبوع الماضي وخضوعه الى عمليه، ووالده اكد في اكثر من حديث صحفي وللوسائل الاعلام انه هيغيب من 6 لـ 8 اسابيع، وبالتالي الموسم الحالي ليه مع فريق باريس سان جيرمان اعتقد ان هو انتهى، ده لو ما حصلش اي جديد وتم تعافيه بشكل اسرع.
لكن احنا بنتكلم مع حضراتكم وبنقول اصابه نيمار. تعالوا دلوقتي نستعرض ونشوف اصابه نيمار في مباراته امام مارسيليا. اصابه ما لهاش اي لازمه وبدون اي داعي كلفت فريقه غياب نيمار. نيمار الهدف الاول من تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع نيمار ودفعه 222 مليون يورو هو الفوز ببطوله دوري الابطال. تعالوا نشوف نعرض بس مع حضراتكم واحنا بنتكلم فيديو نيمار ونشوف الاصابه اللي تعرض ليها في مباراته مع مارسيليا. هنا الاصابه او بدايه الاصابه هي انا قلت لحضراتكم في الاول هي بدون اي داعي، لو احنا شفناها من بعيد ما حدش هياخد باله تماما ان نيمار اتصاب او اصابه كبيره، لكن لما الكاميرات تقرب في الاعداد بزاويات مختلفه هنلاقي ان شديده جدا وصعبه جدا ان رجلين نيمار او انكل رجل زي ما بنقول بلغه الكرة التانية تحتيه، يعني دي اللقطه بالظبط، هي دي اللقطه بالظبط اللي تسببت في اصابه نيمار وغيابه عن الملاعب على الاقل شهرين وخضوعه لعمليه جراحيه. زي ما انا قلت ان الهدف الاول من تعاقد فريق باريس سان جيرمان مع نيمار هو الفوز بدوري الابطال، فنيمار بالشكل ده هيغيب عن المباراه المقبله امام ريال مدريد في الشامبيونز ليج، وفرص باريس سان جيرمان هنا بالتصوير البطيء ما بينها لحضراتكم يعني كمل يا شادي كمل، هي كمل يعني عشان بس كمان 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 كمان، هو بقى لما يحط رجليه قدام اللاعب كمل كمل، بس هي دي الاصابه اللي للاسف يعني هتمنع وهتكون سبب في ابعاد نجم كبير بيمتعنا في مباراه مهمه كلها اساطير وكلها لاعبي كره قدم على اعلى مستوى في المباراه القادمه. ايضا امبابي اتصاب هو الاخر وبالتالي هيغيب نجمين، والنجمين دول اعتقد ان هم على الاقل مش اقل من 50% من قوه فريق باريس سان جيرمان، لكن باريس سان جيرمان عنده قوه وعنده لعيبه على اعلى مستوى، لكن الاثنين دول بالتحديد او النجمين دول هم يعني كانوا ممكن يكونوا مفتاح كبير جدا في تحقيق نتيجه ايجابيه لو باريس سان جيرمان اتكتب له الفوز او الصعود في بطوله دوري الابطال. امري ايضا اوناي امري يتكلم على اصابه نيمار وهو ازاي بيستعد للمباراه. تعالوا نشوف اوناي امري اتكلم وقال ايه على اصابه نيمار في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع حضراتكم. Et après, on va faire l'examen médical pour savoir exactement comment c'est cette torsion. Il est maintenant plus tranquille et on va espérer cet examen, mais avec être optimiste. Il y a un peu de patience, mais si j'ai aujourd'hui besoin de dire quelque chose, ايضا زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد كان لتعقيب على اصابه نيمار، وانه طبعا مدير فني عنده روح رياضيه عاليه جدا وكمان لاعب كره كان مميز، فبالتالي اتكلم على نيمار وانه يتمنى شفائه سريعا. تعالوا نشوف في المقابل زين الدين زيدان اتكلم على اصابه نيمار ازاي ونرجع نكمل معاكم. A mí no me gusta a los jugadores que se lesionen, entonces no estoy contento por la lesión de Neymar y luego no, ojalá que pueda estar con bueno en este partido, porque al final los jugadores tienen que estar. Yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión. Alors je vais finir par la fin de ta question. Non, je pense que ça n'influera rien en ce qui va se passer pour le match de la semaine prochaine. Ça c'est sûr et certain. S'il n'est pas là, parce que de toute façon il y aura un joueur qui jouera et bon, ce sera pas le même, mais ce sera quelqu'un qui sera motivé, ce sera quelqu'un qui sera prêt pour faire ce genre de match. Et par contre pour le début de ta question, oui, bah, tout simplement parce que moi, je veux pas voir de toute façon, j'ai jamais souhaité, j'ai jamais aimé qu'un joueur se blesse. Et je n'étais pas forcément de toute façon content quand il s'est blessé parce que j'ai regardé le match. Et j'espère pour lui que ça sera pas.
بنفكر حضراتكم تاني بمواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا يوم الثلاث. ليفربول هيلاعب بورتو وباريس سان جيرمان هيلاعب ريال مدريد. يوم الاربعاء 7 مارس مانشستر سيتي هيلاعب بازل وتوتنهام هوتسبيرز هيلاعب فريق يوفنتوس. كده يكون خلصنا الشامبيونز ليج ومبارياتها واهم الارقام والاحصائيات. في كان معانا مداخله مهمه جدا من هندريك على محمد صلاح وعلى الشامبيونز ليج، لكن اخد من كلام هندريك ونتكلم على صلاح. وقال انه تاني افضل مهاجم في الدوري الانجليزي، وده بفضل الارقام اللي بتتكلم عليه. هو تاني هداف الدوري الانجليزي بعد هاري كين اللي بقى يعني عدو المصريين الاول. كلنا بقينا ضد هاري كين وعايزين محمد صلاح هو اللي يتصدر هداف الدوري الانجليزي. محمد صلاح في 37 مباراه 31 هدف، يعادل رقم لويس سواريز 31 هدف في 37 مباراة. هنروح نشوف الإحصائيات ونتكلم على محمد صلاح بالتفصيل وكل ما يخص محمد صلاح وأرقامه وفيديوهاته، لكن بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد. ومحمد صلاح، محمد صلاح فخر العرب وفخر مصر، وكل يوم أرقام قياسية جديدة. محمد صلاح ساهم في فوز فريقه في مباراته الأخيرة أمام وست هام في الدوري الإنجليزي، وبالتالي بعد إحرازه الهدف في مباراة وست هام بيحقق رقم قياسي جديد. تعالوا نستعرض بقى وأقول مع حضراتكم أهم الأرقام اللي محمد صلاح حطمها. يعني محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 20 هدف بقدمه اليسرى في موسم واحد، وده طبعا متجاوز مجموع روبي فاولر من 19 هدف في موسم 94-95. الأكثر تهديفا بقى بالقدم اليسرى في موسم أو في مواسم الدوري الإنجليزي محمد صلاح هو أول واحد، هو أكثر واحد عنده أهداف بالقدم اليسرى 20 هدف، بعديه روبي فاولر قلنا في موسم 94-95 19 هدف، وروبن فان بيرسي في موسم 2012-2013 18 هدف، وايضا روبن فان بيرسي في الموسم اللي قبليه ب 17 هدف، وجاريث بيل في موسم 2012-2013 16 هدف، ايضا روبي فاولر حقق رقمين ب 16 هدف في موسم 95-96، وده كان قبل الموسم اللي بيحطم فيه او بعد الموسم اللي حطم فيه رقم القياس. يعني سواريز هو يعني من احسن المهاجمين وافضل المهاجمين في العالم. محمد صلاح بيعادل رقم لويس سواريز زي ما هنشوف قدام حضراتكم على الشاشه، ان لويس سواريز ومحمد صلاح بعد 37، ده قدام حضراتكم لويس سواريز نجم نادي برشلونه في 37 مباراه يحرز 31 هدف في كل الدوريات، او في سواء في الدوري او في الكاس او في الشامبيونز ليج. ده محمد صلاح بعد 37 مباراه ايضا 31 هدف، فبالتالي محمد صلاح على بعد هدف واحد فقط علشان يتخطى الاسطوره الاورجوانيه لويس سواريز. يعني قبل ما نكمل ارقام محمد صلاح، تعالوا نشوف موقع ليفربول ازاي جمع كل الاهداف اللي محمد صلاح احرزها بقدمه اليسرى، وهنرجع نكمل مع حضراتكم احصائيات محمد صلاح مع ليفربول. في شك زي ما احنا قلنا محمد صلاح فخر العرب وفخر مصر ومتالق بسم الله ما شاء الله في الدوري الانجليزي. لسه مكملين مع احصائيات وارقام محمد صلاح. محمد صلاح هو اول لاعب من فريق ليفربول يسجل في 4 مباريات متتاليه في الدوري الانجليزي الممتاز، وده من بعد دانيال ستوريدج في 2014. محمد صلاح اشترك زي ما احنا قلنا في مقارنه مع لويس سواريز 31 هدف في 27 مباراه في الدوري الممتاز. الموسم الحالي سجل 23 وصنع 8 اكثر من اي لاعب اخر. صلاح بيسجل في سادس مباراه لي على التوالي لليفربول، وهو اول لاعب بيعمل الريكورد ده او الرقم القياسي ده بعد ستوريدج في فبراير 2014. محمد صلاح بيسجل وبيحطم كل الارقام القياسيه. نتمنى ان محمد صلاح ان شاء الله بنهايه الموسم يقدر ان هو يتخطى كل الاساطير اللي موجوده في فريق ليفربول، وبتكميل مسيرته سواء في بقائه مع ليفربول او بالانتقال الى احد قطبين الكره الاسبانيه ريال مدريد او برشلونه. ايضا في احصائيه مهمه جدا ممكن يعني مش كتير ياخد باله منها، لكن محمد صلاح بيحاول على المرمى كتير جدا، وده يجي في احصائيه مهمه ان اكتر اللاعبين اللي سددوا على المرمى في البريمير ليج هذا الموسم هو هاري كين في المركز الاول، يعني طبيعي متصدر
هداف الجدول وفي نفس الوقت هو يعني مقاتل بشكل كبير وزي ما بنقول بلغة الكرة قتيل على لقب الهداف 156 تسديدة يليه محمد صلاح في المركز الثاني. يعني محمد صلاح متخطي كل النجوم الدوري الإنجليزي باستثناء هاري كين 108 تسديدة. واضح بشكل كبير جدا أن محمد صلاح مشاركاته مع ليفربول وكمان محاولاته على الأهداف يعني بيحاول بكل الأشكال بدماغه برجليه تسديدات صناعة أهداف ف 108 تسديدة. أجويرو في المركز الثالث ب 88. تعالوا نشوف مع حضراتكم على الشاشة قدامنا جدول هدافي الدوري الإنجليزي وإحنا بنتكلم معاكم. زي ما إحنا قلنا إن المتصدر جدول ترتيب الجدول هو هاري كين يلي محمد صلاح يلي أجويرو. ده طبعا المركز الرابع هو رحيم ستيرلينج في المركز الرابع للجدول بسجل 15 هدف. وانا شايفه واحد من اهم اللاعبين والصفقات اللي موجوده مع فريق مانشستر سيتي. ده صاحب المركز الثالث سيرجيو أجويرو صاحب المركز الثالث وقريب جدا من محمد صلاح وهاري كين وعنده يعني 21 هدف. محمد صلاح في المركز الثاني لعبنا المصري يعني فرق هدف يعني فرق هدفين ما بين أجويرو وصلاح و23 هدف لمحمد صلاح. يليهم صاحب المركز الاول هاري كين 24 هدف فرق هدف واحد ما بينه وبين محمد صلاح. للاسف يعني هاري كين بقى دلوقتي هو زي ما احنا قلنا عدو المصريين الاول. وقلت قبل كده ان يعني هاري كين مش بس بينافس محمد صلاح لا ده بينافس مصر كلها. مصر كلها يعني عينيها على هاري كين ومستنيين انه اي اصابه او اي تعثر في الدوري الانجليزي علشان محمد صلاح يفوز بلقب هداف الدوري الانجليزي. اكيد منافسه شرسه جدا ومنافسه صعبه مع واحد من اهم رؤوس الحربه في العالم وهو هاري كين. تعالوا بقى كمان يعني مش بس احنا اللي بنتكلم والارقام اللي بتتكلم. تعالوا بقى نسمع من بق المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدير فني ليفربول وهو بيتكلم على صلاح. الفيديو أكيد ملوش ترجمة لكن هنسمع بس سريعا هو قال إيه ونرجع نكمل مع حضراتكم وأشرح لحضراتكم الكلام اللي قاله يورجن كلوب. Hopefully in the business all over the world. Lionel Messi's left foot. Is he left foot, Lionel? Or maybe we should not forget him completely. Yeah, the best in the world. I'm not too much interested too many on this in this categories, but he's had a good one. I'm happy about that, and he made already had the more. I'm more surprised about that he had header as well, and probably with the right foot he scored. Yeah, a few. So I don't care which part of his body he uses. That's for him, like for all the other boys. But yes, it's a very good left foot for sure. يورجن كلوب واحد من المديرين الفنيين اللي ساهموا في تطوير محمد صلاح واحنا عارفين ان يورجن كلوب مشهور بتطوير اللاعبين. محمد صلاح كان عنده مشكله في الفينش وده باين مع فريق ليفربول اللي بقى سهل جدا دلوقتي بسم الله ما شاء الله عشان ما يحسدش محمد صلاح ان بقى اي فرصه تيجي ليه بيعرف يستغل الفرصه بشكل كويس جدا وبيعرف يحرز من انصاف الفرص زي ما بنقول بلغه المعلقين. فيورجن كلوب اتكلم على سرعه محمد صلاح العاليه جدا وايضا على تهديفه مع فريق ليفربول ومستواه الممتاز واللي هو سعيد بيه جدا. وعشان كده بعد سرعه محمد صلاح اللي اتكلمنا عليها مع يورجن كلوب واللي قال عليها دلوقتي في المؤتمر الصحفي بعد مباراه وست هام جمهور ليفربول والمشاركين في السوشيال ميديا عملوا فيديو طريف جدا ودمه خفيف على محمد صلاح وسرعته. ان محمد صلاح اسرع كائن في العالم اسرع من كل شيء اسرع من يعني انا مش عايز احرق لحضراتكم الفيديو والفيديو يعني اكيد ما ينفعش يتشرح فتعالوا نشوف الفيديو مع حضراتكم ونرجع نكمل. Whoa.
يعني شفنا فيديو دم خفيف جدا واكيد بيعبر عن سرعه محمد صلاح العاليه جدا، ولاعب مصري قدر ان هو يكسب حب وتعاطف كل الجمهور في انجلترا ومش بس في انجلترا، في العالم كله، كل العالم بيتكلم على محمد صلاح، ربنا يكرمه يا رب ويزيده كمان وكمان. لسه مكملين مع محمد صلاح، ويعني اللافته او احنا عارفين ان شعار ليفربول المشهير جدا انه بالانجلش يو ويل نيفر ووك الون، لن تسير وحدك. فيعني محمد صلاح ولاعب مصري، فبالتالي عملوا يافطه زي كده بس مكتوبه باللغه الفرعونيه، هتبان قدام حضراتكم على الشاشه. وطبعا اللغه الفرعونيه الهيروغليفيه، فاكيد طبعا محمد صلاح زي ما احنا قلنا يعني سفير مصري موجود في الملاعب الاوروبيه والملاعب الانجليزيه، يو ويل نيفر ووك الون، لن تسير وحدك، بها اللغه الفرعونيه الهيروغليفيه. وايضا لو هنتكلم على اللافتات، لو نروح سريعا لارض بقى الملعب ونشوف اليافطه اللي حطوا فيها، يعني احنا بنربط اليافطه باللغه الفرعونيه علشان الاثنين ليهم بعض. صوره محمد صلاح في الملعب كل الجمهور او بعض من الجماهير الانجليزيه خلال مباراه ويست هام الاخيره، حط صوره محمد صلاح على صوره ملك مصري في العصر الفرعوني، وده طبعا بيعكس حبهم لمحمد صلاح وتقديرهم ليه. وهنشوف يعني اللقطه كانت في مباراه ويست هام الاخيره، لو صوره يعني جاهزه معانا ممكن نعرضها للساده المشاهدين. طيب محمد صلاح في اسبوعه مش بس بيهتم بالكره القدم او بالبلاي ستيشن زي ما احنا بنشوف على معظم صوره وعلى الانستجرام، لا ده بيلعب رياضه جديده جدا وبيطلع غله زي ما احنا ما بنقول في رياضه، هي البوكسنج. محمد صلاح حريص جدا على انه يروح الجيم يلعب بوكسنج، وده اتكشف ازاي؟ اتكشف انه مش هو اللي نزل الصوره، لا ده كان احد المعجبين، هو كان طفل طبعا مشجع لفريق ليفربول، كان حريص جدا ان هو يلتقط صوره لمحمد صلاح من داخل البوكسنج كلاب او من الجيم لما كان بيلعب بوكس. يعني واضح ان محمد صلاح يعني بيطلع غله زي ما انا قلت في البوكس، يعني وكمان متحمس جدا، لابس تيشيرت كات ولابس الجلافز ويعني عرقان، واضح ان هو بيتمرن جامد جدا وبيطلع غله في رياضه اخرى غير رياضه كره القدم. نرجع لصوره محمد صلاح و ذا كينج اوف ايجيبت او الملك المصري الفرعوني، ذا ايجيبشن كينج، الملك المصري، وده زي ما انا قلت بيعكس على انهم بيحاولوا كل اسبوع يبتكروا طريقه جديده لاسعاد هذا النجم اللي بيسعدهم في كل اسبوع وفي كل مباراه، وبيحطم رقم قياسي جديد سواء في مشاركته في بطولة الدوري أو في الشامبيونز ليج. كلنا فاكرين قصة الطفل أوسكار مع محمد صلاح لما والدته اتكلمت على إن هو رسم حاجة أو جملة ليها علاقة بمحمد صلاح، الجملة الشهيرة اللي كانت بتنتهي، أو نشرح تاني للسادة المشاهدين عشان يكونوا معانا، في طفل اسمه أوسكار، ده طفل صغير في السن زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، ده طلب منه في المدرسة ان هو يكتب جملة تنتهي بحرف الاي او بحرف اي ان جي، فكتب محمد صلاح ذا ايجيبشن كينج، فبالتالي الكلام ده نزل على تويتر ومحمد صلاح اتعمل له منشن، ده أوسكار وده الهومورك او الواجب المنزلي اللي عمله أوسكار، وكان حريص ان يذكر فيه اسم محمد صلاح، ومامته صورته وعملت منشن لمحمد صلاح، محمد صلاح شاف الكلام ده على تويتر ورد على أوسكار وقال ان شاء الله او اراك قريبا، وبالفعل حقق محمد صلاح لأوسكار الطفل امنيته في مقابلته، وقابل محمد صلاح وتصور معاه. وعلى فكره مش اول مره محمد صلاح يعمل الموقف الانساني ده، لا محمد صلاح كتير جدا من الاطفال والولاد الصغيره اللي كانوا حابين يتصوروا معاه او كانوا حابين طالبين منه تيشرت، وبصراحه ما تاخرش عليهم تماما. قبل ما نقفل ملف محمد صلاح هنتكلم على موضوع شغل كل المصريين في الفتره الاخيره، جاري نيفل. جاري نيفل لاعب مانشستر يونايتد السابق والمحلل الحالي في احدى القنوات الانجليزيه، ورده على تويتر على بيرس مورجان. بيرس مورجان ده صحفي انجليزي شهير، اتكلم وقال انه محمد صلاح افضل موهبه او من افضل المواهب اللي جت في الدوري الانجليزي بعد تييري أنري. فالكلام اللي ما عجبش جاري نيفل، اللي ممكن بعض الناس صنفته ان هو ممكن يكون عنصري، قال ان محمد صلاح يعني ممكن يبقى كويس في نادي في احدى الدرجات الثالثه او الرابعه،
اسمه سالفورد سيتي. فبالتالي الكلام ده ما عجبش، يعني ده أقل فريق في مقاطعة مانشستر بأكملها، فبالتالي الكلام ده ما عجبش كل الناس المصرية. حتى بيرس مورجان نفسه لما رد على جاري نيفل كان رده فيه حكمة وكان فيه عقل. احنا عارفين ان جاري نيفل كان ماسك فريق فالنسيا، ده يعني ده الرد. بس انا عايز اشرح لحضراتكم بس يعني ده الرد لما اتكلم وقال بيرس مورجان ان لما انت يا جاري نيفل تبص للمواهب المصرية. ده التويتر يا جماعه، ده مش الرد، ده بيرس مورجان لما اتكلم وقال ان محمد صلاح من افضل المواهب في الدوري الانجليزي سينس تيري اونري او مونز تيري اونري. بعد كده جاري نيفل رد عليه وقال ان صلاح ممكن يبقى كويس في نادي سالفورد سيتي وده من اقل الانديه في مقاطعه مانشستر. بعد كده يعني اشرح لحضراتكم قصه، يعني اكيد كلنا فاكرين ان جاري نيفل مسك فريق فالنسيا. فريق فالنسيا في الفترة اللي كان ماسك فيها جاري نيفل الفريق كان بيمر بأسوأ الظروف اللي كانت موجودة. خسر من فريق برشلونة 7-0 ودي من أكبر النتائج اللي خسرها فريق فالنسيا. جاري نيفل بدأ حياته المهنية عن طريق تحليل بعض المباريات اللي بتبقى موجودة على التلفزيون الإنجليزي والجميع أشاد بيه. حتى جوزيه مورينيو كان بيتريق على كل المحللين الانجليز وبينتقدهم، لكن الوحيد اللي ما كانش بينتقده هو جاري نيفل. فبالتالي فريق فالنسيا تعاقد معاه على اساس انه مدرب كبير جدا وهيقدر ان هو ينقذ الفريق من الموقف اللي كان فيه او الموقف السيء اللي كان فيه. لكن بعد ما تولى جاري نيفل المسؤوليه بدا انه يخسر بنتائج كبيره جدا وبدا ان هو لا يعرف يكسب على ملعبه او خارج ملعبه. واكبر نتيجه لما كان بيتريق على فريق برشلونه بيقول ازاي فريق يخسر من برشلونه 5-0 لما مسك فالنسيا كما تدين سودان راح اخذ 7، وبالتالي نتيجه كبيره جدا. فلما رد عليه بيرس مورجان رد وقال لما مدير فني يبقى نظرته كده للعيبه الموهوبه ومحاربته ليهم اكيد امر وارد جدا وامر طبيعي هيكون الامر اللي حصل لك في فالنسيا وفشلك اللي انت فشلته في الدوري الاسباني. غير طبعا بيرس مورجان المصريين عملوا الواجب وزياده مع جاري نيفل اللي اخذ من الردود كتير جدا، مش بس المصريين لا بصراحه المصريين وانجليز كمان يعني اخذوا حق محمد صلاح. فمحمد صلاح يعني الناس كلها بتحبه والناس كلها بتاخد حقه، فما تقلقش يا محمد كلنا وراك ضد اي حد بينتقدك باسلوب غير لائق. خلاص محمد صلاح، نروح بقى للعيبه المصريه المحترفه في سواء في اوروبا او في الخليج. وواحد من يعني هو صاحب جنسيه مصريه لكن صاحب لمسات برازيليه، حسين الشحات وتالقه مع نادي العين الاماراتي ومباراته الاخيره امام نادي الوحده اللي بيساهم في اكتر من هدف بيحرز هدف رائع جدا. عجبني حسين الشحات بصراحه بيتالق وبيبدع في الدوري الاماراتي. ممكن حد يقول الدوري الاماراتي مش دوري قوي، لكن انا بحاسب اللعيب على مستواه في الدوري متالق واخد يعني زي ما بنقول نجم الشباك الاول في الامارات وواحد من المرشحين بقوه للانضمام الى منتخب مصر في المعسكر القادم ان شاء الله. وليه لا ما يكونش موجود مع منتخب مصر في كاس العالم. انا عارف ان المنافسه شديده جدا ما بين اللعيبه المصريه وبعضها وكده، ويعني ويدل على كلامي ان معظم اللعيبه خرجوا اعارات في الدوريات الخليجيه. تعالوا نشوف حسين الشحات وتالقه امام نادي الوحده ونرجع نكمل مع حضراتكم. كرة عن طريق عمر عبد الرحمن، يأتي بكرة جميلة وبعد ذلك المحاولة محمد عبد الرحمن، هذا الشحات كرة تلعب خطيرة، جول جول، العيناوي يتقدم، العيناوي يتقدم، والأمة العيناوية في المدرجات، هدف للعين، هدف يستحق العيناوي. نعم، لأن البداية، السيطرة، الوصول للأمام، تلعب في المكان الخطير، هذه كرة خطيرة، فرصة، جول جول، رهيب العيناوي، رهيب العيناوي، رهيب العيناوي في الشوط الأول، رهيب العيناوي بالفعل. كانت الامور ممكنه وجوجاك البديل ياتي بكره قويه، جول جول، نعم يعود العنابي، يعود العنابي من البديل، البديل وينه من زمان،
الوحداوي يقول وينه من زمان يا ريديك. ويعود العنابي الآن وتعود الكرة الآن والتسديد الآن ممكن. الله 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 يا جوجاك جوجاك. المباراة كانت وين واصبحت وين. العن والتعادل المثير في المباراة. شوف جوجاك شوف جوجاك. ثبت خالد عيسى ثبت خالد عيسى. لسه مكملين مع اللعيبة المصرية المحترفة في الخارج ومكملين مع تريزيجيه ومحمود حسن تريزيجيه واحد من أكثر اللعيبة المجتهدة في أوروبا متألق مع فريق قاسم باشا وعامل مباريات رائعة مباريات بيسجل إما بيصنع إما عامل مجهود جبار. قاسم باشا في مباراته الأخيرة أمام قيصر سبورت تريزيجيه بيشارك وبيحرز هدف لكن فريقه لم يتمكن من الفوز. تعالوا نشوف أهم اللقطات وأبرز اللمسات اللي في مباراة قاسم باشا وقيصر سبورت ومحمود حسن تريزيجيه. تريزيجيه طلب يقول ان تريزيجيه Jadni bırakıyor Trezeguet. Kanabıyı Kerenis. Thiago Lopez çalım attı içeri girdi. Şimdi ana atak şansı Trezeguet'e Kasımpaşa adına. Trezeguet. Kanap. Klas pası. Ay bıraktı Trezeguet. Trezeguet. Trezeguet ceza sahasına çeviriyor. No Mayer'dan iyi pas. Trezeguet sevdiği toplardan biri. Trezeguet. Lopez dokundu. Lopez. Dokundu Lopez ama top dışarıda. Taç Kasımpaşa'nın. Trezeguet. Deniz kalkamadı. Mahmut Hasan Trezeguet. Yani bugün olayın hücum anlamındaki en güzel görüntüleri yapar. Ceza sahasında kapağı dışarıya. Şamil. Haber düşünen bir oyun bekliyordu ama bunu bugün çok fazla yapamadılar. Yani oyunun... Trezeguet. Trezeguet. Aldı rakibin önüne. Erkan karşılıyor. Trezeguet. Trezeguet, Popov, kanalıyıp da dışarıda. O da sakatlanmıştı girmek için. Bizim devirinde ise şimdi içeri çevrilen top Koyka. Kalabalık ama çok iyi çalımlar Bunaro. Sarı kart pozisyon bu. Bugün Trezeguet'e Ryan Mendes'e yeterek. 96-4. Trezeguet geldi vurdu gol. Mahmut Hasan Trezeguet. Bu sezon 8. golünü attı Trezeguet. Penaltıdan. Skor 3-2. عمرو أرضا أكيد من اللاعبين اللي دايما بيكونوا مثيرين للجدل داخل الملعب وخارج الملعب. احنا عارفين ان الاسبوع اللي فات اتكلمنا على عمرو وردة والحادث اللي تعرض له من سطو او محاولة سرقة لكن عمرو وردة جري بسرعة بعربيته وقدر ان هو يفلت منهم. امر اللي خلى الحكومة اليونانية تفرض حراسة على عمرو وردة وكان احتفاله في المباراة اللي بعديها كان رد وكلنا هنفهم احتفال عمرو وردة ليه بنربطه بحادث السرقة. عمرو وردة احرز هدف رائع جدا في مباراته الأخيرة وبرضه عمرو بيحاول بشدة انه يبقى موجود مع منتخب مصر في الفترة القادمة استعدادا لكأس العالم. كل لاعبين كله بيحاول انه هو يكون موجود في الحدث الأكبر بالنسبة للمنتخبات في العالم كله. عمرو وردة بعد إحرازه للهدف بيرد على الحادث اللي تعرض له او حادث السرقه اللي تعرض له باحتفال دمه خفيف جدا واحنا عارفين ان المصريين دايما بيكون ليهم بعض اللقطات المثيره للجدل. تعالوا نشوف هدف عمرو ورده واحتفاله بعد الهدف. Στέλνει την μπάλα, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
أكيد دولة الكويت دولة شقيقة لينا كمصريين، وأكيد لما يكون في عيد وطني لدولة الكويت أكيد كلنا بنحتفل بيه، مش بس هنا في مصر لا ده كمان خارج مصر. محمود كهربا لفتة طيبة جدا لزميله الكويتي وبيحتفل معاه بالعيد الوطني للكويت. زي ما أنا قلت اللعيبة المصرية لعيبة عشرية، لعيبة دايما بتحب زميلها داخل الملعب وخارج الملعب وبيشاركوهم أفراحهم وأحزانهم حتى في العيد الوطني لدولته بيكون مشارك معاه. أكيد هنشوف دلوقتي قدام حضراتكم كهربا وهو بيحتفل مع زميله في نادي اتحاد جدة بالعيد الوطني للكويت، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى استعراضنا للمحترفين المصريين في الخليج. يلا شرجاني شد علينا الكويت اهو انزل ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو هذا مع سكينه هذا العلم تعال 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 انزل استعرض بقى مع حضراتكم أخبار المحترفين المصريين في الخليج. هنتكلم بداية من لقاء أهلي جدة والتعاون. أهلي جدة بيلعب ليه مؤمن زكريا، أما التعاون بيشارك فيه كابتن عصام الحضري وعماد متعب ومصطفى فتحي. المباراة انتهت 5-1 لأهلي جدة. المباراة مؤمن لم يشارك في المباراة واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء. المركز الثاني بيحتله فريق أهلي جدة. عمرو بركات مع فريق الشباب بيفوز على اتحاد جدة. اتحاد جدة طبعا بيلعب له كهربا، وشباب بينجح ان هو يفوز 3-0. عمرو بركات شارك في المباراة بالكامل وصنع هدف. فريق الشباب بيحتل المركز السادس. كهربا ايضا لعب في مباراة اتحاد جدة امام الشباب وشارك في المباراة بالكامل، لكن ما قدرش لا يصنع اهداف ولا يحرز اهداف. حسين السيد مع فريق الاتفاق هو احمد الشيخ بيفوزوا على فريق احد 3-2. حسين السيد شارك في المباراه بالكامل، اما احمد الشيخ فخرج في الدقيقه 88. فريق الاتفاق بيحتل المركز العاشر. صالح جمعه بيشارك في خساره فريقه امام فريق فيصلي امام الهلال بهدف دون رد في الجوله 23 في الدوري السعودي. صالح جمعه شارك في الدقيقه 60 من المباراه، حصل على انذار بعد دخوله بدقيقه واحده ارض الملعب. طبعا حسين الشحات ما احنا استعرضنا ان فاز على فريق الوحده 5-1 ولعب في المباراه بالكامل وسجل هدف وصنع 3 اهداف، والعين بيحتل المركز الاول. نروح للدوري الفرنسي. كريم حافظ لاعب لانس ولاعب لسه مصاب، فريقه بيخسر من كليرمونت 1-0 وبيحتل فريقه المركز ال 14. نروح للدوري الانجليزي الدرجه الاولى. احمد المحمدي فريق استون فيلا بيكسب فريق شيفيلد 4-2 ولعب المباراه بالكامل وبيحتل المركز الثالث. سام مورسي ايضا في دوري الدرجه الثانيه مع ويجن اتلتيك بيفوز على فريق روشدل 1-0 وكان خارج القايمه. فريق ويجن اتلتيك بيحتل المركز الثالث. احمد حسن كوكا بيفوز فريقه على فريق تونديلا 1-0. فريق احمد حسن كوكا وفريق براغا وشارك في 60 دقيقه وخرج وبيحتل فريق سبورتنج براغا المركز الرابع. دوري التركي محمود حسن تريزيجيه فريق قاسم باشا بيخسر من قيصري سبور 3-2. تريزيجيه شارك في المباراه بالكامل وسجل هدف من ركله جزاء وبيحتل فريق قاسم باشا المركز ال 11. نروح للدوري التونسي. نجمنا عمرو مرعي اللي بيلعب فيه النجم الساحلي بيفوز على الصفاقسي بنتيجه 1-0. عمرو مرعي شارك في المباراه كبديل في الدقيقه 77 والنجم الساحلي بيحتل المركز الثاني. كده يكون خلصنا كل ما يخص اخبارنا يعني اخبارنا عن محترفينا المصريين في الخارج سواء في اوروبا او سواء في الملاعب الخليجيه. وننتقل بقى للفقرات اللي بتبقى موجوده معانا ونبدا بشهر فبراير وافضل الاهداف. جمعنا لحضراتكم احنا متعودين كل اسبوع يكون معانا افضل 10 اهداف في الدوريات كلها في كل العالم، فاحنا
بدل ما نجيب افضل اهداف في الاسبوع ده، لا قررنا ان احنا نجمع لحضراتكم افضل 10 اهداف في شهر فبراير. تعالوا نشوف افضل 10 اهداف في فبراير ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الفقرات. يعني شفنا افضل الاهداف اللي موجوده مع حضراتكم في شهر فبراير، ونروح لانريكي كاسترو، واحد من الاساطير اللي لعب في نادي برشلونه، للاسف يعني بعد يعني تألقه في الملاعب الاسبانيه بيتوفى، وكانت لفته طيبه جدا من نادي برشلونه انه بيخلد ذكراه عبر موقعه الرسمي، وكمان مباراه يوم الاحد اللي هتكون امام اتلتيكو مدريد هيتم وقوف دقيقه حداد على روح انريكي كاسترو. يعني ممكن او كتير من الجمهور اللي بيتفرج علينا ممكن ما يكونش عارف انريكي كاسترو، فاحنا نتكلم عليه في سطور يعني نعرف الناس بيه. طبعا كاسترو توفى بعد ما تم 68 سنه في ازمه قلبيه، ولما يعني اثناء تجوله باحد الشوارع توفته بعد ما حصل له ازمه قلبيه كبيره. طبعا كاسترو لعب في نادي سبورتنج خيخون الاسباني في عام 68، ولعب مع فريق خيخون لموسم 1980، بعدها انتقل الى فريق برشلونه، فاز مع فريق برشلونه ببطوله كاس ملك اسبانيا عام 81 و83، ومره واحده بلقب السوبر الاوروبي في نسخته القديمه عام 82. في عام 87 عاد كاسترو لسبورتنج خيخون لينهي مسيرته الطويله في كره القدم. طبعا انريكي فاز بلقب هداف الدوري الاسباني 5 مرات، وده كان محط اهتمام وسائل الاعلام في فبراير عام 1980 لما تعرض لعمليه اختطاف من قبل 2 مسلحين خارجين عن القانون. قصه اكيد معظم اللي يعرف كاسترو عارف القصه دي، واتخطف 25 يوم. وكان بصراحه المبهر في اخلاق كاسترو انه لما تم ضبط العصابه المسلحه اللي خطفته 25 يوم بالعكس ما اتكلمش عليهم وحش خالص، واتكلم عليهم كويس، وده اللي ساهم في تخفيف العقوبه اللي كانت هتفرض على المسلحين. دي بعض الاهداف اللي عرضها الموقع الرسمي لفريق برشلونه، وبعض المهارات اللي بتدل على مهاره كاسترو وتخليد ذكراه بوفاته، ودي اقل حاجه النادي ممكن يعملها للاعب افنى حياته في طبعا وفاء كبير جدا وعرفان بالجميل اللي عمله كاسترو مع فريق برشلونه. وزي ما احنا قلنا كان عمليه الاختطاف دي تمت 25 يوم، وبالعكس هو ساعد او اتكلم كويس في حق الناس اللي خطفوه، بالتالي خففت العقوبه اللي اتكلمت. من الاخر هو راجل مش مؤذي في اي حاجه بتحصل له فيها اساءه. طبعا زي ما احنا قلنا ان اللاعب راحل شارك مع المنتخب الاسباني في بطولتين لكاس العالم، الارجنتين سنه 78 واسبانيا 82، وشارك مره واحده في بطوله كاس اوروبا واللي اقيمت في ايطاليا عام 1980. طبعا انريكي كاسترو خاض 35 مباراه دوليه وتسجل 8 اهداف، وانريكي كاسترو ايضا في السنوات الاخيره زي ما احنا قلنا دخل في صراع مع مرض السرطان وتمكن من الانتصار عليه في اخر المعركه، وتوفى هو عنده 68 عام بعد ما تجوله. ده طبعا في صوره ده مارادونا اللي عمل الاسيست لكاسترو، فواضح ان هم كان بيتالق مع مارادونا، في كان كابتن كمان فريق برشلونه، فواضح ان هو واحد من اللاعبين اللي فعلا كانوا مؤثرين مع فريق برشلونه. مكملين لسه مع حضراتكم فيديوهاتنا واخبارنا، ونروح ل بولت، واسرع رجل في العالم، اسرع رجل في تاريخ العالم، قرر ان بعد ما ينهي مسيرته في الجري او سباقات السرعه يبدا يحول مسيرته لكره القدم. نفسه وطموحه ان هو يكون لاعب كره قدم، فبالتالي يعني يقال ان هو تعاقد مع فريق سان داونز، وبعض الكاميرات يعني صورته وهو بيتمرن مع الفريق، وبالتالي هو قريب جدا او ممكن يكون وقع مع فريق سان داونز الجنوب افريقي. وبالتالي هنشوف بقى هل بولت بسرعته ببنيانه القوي جدا هيفرق مع فريق سان داونز في مسيرته في الدوري الجنوب افريقي او في دوري الابطال، هل ممكن نشوفه بيلعب ضد الاهلي والزمالك والفرق المصريه اللي هتشارك في البطوله في النسخه اللي جايه ولا لا. تعالوا نشوف بولت وتمرينه، وممكن كده يعني البعض مننا يحكم عليه هل عنده لمسه فنيه عاليه ولا هيبقى لعيب على قده. تعالوا نشوف بولت ونرجع نكمل مع حضراتكم.
are well versed with setting the standard and raising the bar in South African football. Just 2 days after featuring in the weekend's headline tie in the Absa Premiership, the Brazilians were back at training, and within the squad was Alanki Jamaican, a multiple world and Olympic champion who's made no secret of his love for the beautiful game. It was a good experience. I don't know how quick I am on the ball, but if I kick and run, it's, I can get there. So that's a good thing. But it was a good game. It was good. It was a fun day. We were very welcoming. So I really enjoyed it. I was just telling the coach that when I go back to Jamaica, I need some training. I'm very unfit. Very, very unfit. The undisputed greatest sprinter of all time is in the country for various reasons. He's already attended the Sun Met in Cape Town over the weekend as a guest of honor and paid a visit to the Puma School of Speed in Remsek on Monday. However, there is a little more to his training session with Masandawana. The 8-time Olympic gold medalist has long been linked with a switch to football, and it seems those links are a little more than just speculation. I've always played soccer, but cricket was my first love. I used to be a goalkeeper, actually, when I started out. I used to keep... مباراة هال سيتي وشيفيلد في دوري الشامبيونشيب او دوري الدرجة الثانية اللي هو الأولى تحت الممتاز شهدت اعتراض من جانب جمهور هال سيتي. الجمهور في أوروبا جمهور شيك جدا، لما بيجي يعترض على حاجة بيبقى أسلوبه راقي. وسط المباراة وهي شغالة مباراة هال سيتي وشيفيلد، جمهور هال سيتي عارف إن إدارة النادي بتحاول تغيير اسم ناديها من هال سيتي لهال تايجرز، وده اللي خلى جمهور هال سيتي يبقى حزين جدا وكان متعصب خلال سير المباراة واعترضوا بشكل شيك جدا، فبدأوا يحذفوا كرات تنس أو كرات صغيرة في الحجم للمباراة كنوع من أنواع الاحتجاج اللي ممكن الوسائل الإعلام تاخد بالها منه وتتكلم عليه. تعالوا نستعرض واحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي اعتراض جمهور هال سيتي في مباراته الأخيرة أمام شيفيلد، وسبب الاعتراض هو تغيير اسم نادي هال سيتي لهال تايجرز. هنشوف بعد الاعتراض ده هل فعلا إدارة هال سيتي هتنجح إن هي يعني تعاند مع الجمهور وتغير اسم النادي، ولا رغبة الجمهور هي اللي هتكون أقوى. تعالوا نشوف جمهور هال سيتي ونرجع نكمل مع حضراتكم. برشلونة عنده مباراة مهمة جدا مع أتلتيكو مدريد يوم الأحد في الدوري الأسباني. برشلونة لعب مباراتين خلال الأسبوع الماضي، لعب يوم السبت ولعب يوم الخميس في مباراتين، فبالتالي أكثر من لاعب في برشلونة عنده إنذار، ولو كان أخذ إنذار في مباراة منهم هما الاثنين مش هيبقى موجود وهيتحرم في المشاركة الكبيرة أمام فريق أتلتيكو مدريد يوم الأحد. فمين ابرز الاثنين لعيبه اللي موجودين عندهم انذارات؟ هو جوردي البا الظهير الايسر ولويس سواريز راس حربة فريق برشلونه. وكان عندهم طريقه ان هم بيحاولوا بطريقه شيك ياخدوا انذار ثاني فما يلعبوش مباراه يوم الخميس اللي كان امام قدام لاس بالماس، لكن مع الطريقه او الاسلوب اللي حاولوا ان هم يحصلوا بيه على انذار ثاني عشان يغيبوا من المباراه كان الحكم ذكي جدا، والحكم كان يعني كان صريح جدا وفشلوا ان هم يحصلوا على بطاقة صفراء. لكن الجميل بقى في الموضوع وسائل الإعلام أو كاميرا مخصصة فقط على جوردي ألبا ولويس سواريز لقطت كل تحركاتهم وكل محاولاتهم الفاشلة والبائسة على حسب وصفهم في الحصول على إنذار. تعالوا بقى نشوف إزاي التلفزيون الأسباني استعرض وتناول قضية لويس سواريز وجوردي ألبا في فشلهم في الحصول على إنذار تاني. تعالوا نشوف الفيديو، خلينا نرجع نكمل حضراتكم. Muy bien el Barça 6-1, pero el final del partido rozó el absurdo, ¿eh? Sí, hubo algo que no terminó de salirle al Barça, en concreto a Luis Suárez, porque tanto Jordi Alba como Luis Suárez querían forzar la amarilla para llegar limpios al Atleti. A Jordi Alba le salió al tercer intento. La primera no, protesta incluso para ver si le sacan la amarilla. Sí, era una amarilla clara, hombre. A la tercera tampoco, ¿eh? Ah, sí. No, a la tercera le advierte. Y a la cuarta, ya cuando hace una falta clamorosa, que no llega, que no puede, que agarra un tío por el cuello, el árbitro le dice, Jordi Alba, hasta aquí hemos llegado. Eso con Jordi Alba. Mira a Luis Suárez, ¿eh? Primer intento. Bueno, se lo lleva por delante.
Segundo intento, no guarda la distancia. Bueno, intenta darle con la mano, incluso aquí ya esta la coge con la mano y agarra al tío por la pierna. Tampoco. El árbitro, sigan, no te la voy a sacar. Aquí intenta sacar de banda y dice, voy a tardar todo el tiempo del mundo a ver si me la saca de una vez. Bueno, llega un punto en el que tarda tanto y ve que no se la sacan que yo creo que se aburre. Yo creo que le da vergüenza y no, todo. Se aburre y dice, mira árbitro, pues venga, saco, si no me la quiere sacar. Aquí empuja, agarra, mira al árbitro ya de reojo y el árbitro le dice que no, venga, que no. ¿Cuántas que no necesitas? Y ahí el árbitro habla con él, le dice, Luis, sé lo que querías hacer y no te la he sacado. El que no lo tenía muy claro era Guillermo Amor después. No. Una misión muy concreta y dos actores principales. Por supuesto, nada de esto puede salir de esta habitación. No tengo nada que decir de eso, son las del juego. No voy a hablar de cosas internas. Cuando llegue la hora, Jordi y Luis ocuparán sus puestos. Por aquí. Esperen a que la zona esté bien despejada. A mi señal. Minuto 80 ahora. Allá voy. Te acercas sigilosamente. Una patadita, un agarrón. Prueba con protestas. Si ves riesgo de ser descubierto... للأسف محاولة فشلة من سواريز وجوردي ألبا ويفشلوا أنهم ياخدوا إنذار وبالتالي لعبوا مباراة لاس بالماس اللي اتلعبت امبارح وبرضه ما أخدوش أي إنذارات وهيلعبوا مباراة يوم الحد. مفيش شك ومحدش يختلف معنا أن كرة القدم هي الأمتع في العالم، مش أمتع بس بالنسبة لينا، لا ده ممكن يكون ناس تانية عندها بعض الصعوبات في مشاهدة المباريات وبتحاول بكل جهدها أنها تبقى جزء من كرة القدم أو مشاهدة كرة القدم. نادي برشلونة عرف ان في شخص كتيف طبعا متواجد في المباريات وحريص دائما على وجوده في الاستاد، استاد الكامب نو، وكان الشخص ده او الراجل ده حريص ان هو بيحضر معاه صديق ليه عشان يشرح له ازاي المباراه ماشيه. اعتقد ان الفيديو اللي احنا هنشوفه ده ممكن يكون من احسن الفيديوهات اللي احنا بنشوفها في طوال تاريخ كرة القدم، ان ازاي واحد كفيف بيروح يحضر المباريات في الاستاد وبياخد معاه صديقه، وصديقه ده جايب له ملعب، وعن طريق شرحه لتحركات اللاعبين او الكورة بايديه في اللوحة او الصبورة بتاعت الملعب دي هو بيحس بمتعة كرة القدم. لا وكمان برشلونة كرمه بان هو نزل ارضية الملعب وتصور وحسس على ارضية ملعب الكامب نو وتصور مع ياري مينا احدث الوجوه المنضمه لفريق برشلونه واهداه التيشيرت الخاصه بيه. تعالوا نشوف فيديو يعني اللي انا شايفه واحد من اهم الاحداث في تاريخ كره القدم واللي فعلا بيبين لنا ان كره القدم دي مش مجرد لعبه او مجرد رياضه، لا هي حاجه احنا كلنا بنتبسط منها وفعلا كل الجمهور اللي متابع لكره القدم واللي بيشجع فريق واللي منتمي ليه اكيد بيحس نفس الاحساس اللي الراجل ده بيحسه. تعالوا نشوف الفيديو ولسه مكملين مع حضراتكم. يعني اكيد ما فيش شك شفنا مع حضراتكم دلوقتي ازاي كرة القدم هو حريص ان هو يحضر المباريات ويعني صديقه ايضا يعني اعتقد ان ده من اوفى الاصدقاء اللي موجودين في الحياه ان هو يكون موجود معاك وعنده طولة صبر وطولة بال ان هو يتعلم لغه الاشاره ويتعلم لغات كثيره جدا عشان يوصل لك المعلومه او يوصل لك الاحداث اللي بتدور داخل الملعب. نروح للقطه طريفه جدا وغريبه جدا في الدوري الدرجه الثانيه الالماني الفريق انجلوشتات يعني كل الناس بتتكلم ازاي الهدف ده تم احرازه. كوره راجع الحارس المرمى في لقطه طريفه جدا يعني واحنا بنتكلم مع حضراتكم هنستعرض الهدف. حارس المرمى بيشرب الدوريات العالميه سواء الدوري الانجليزي او الاسباني او الايطالي. نروح سريعا يعني معانا الدوري الانجليزي هو اول دوري جاهز معانا وهنشوف ترتيب الفرق قبل بدايات جولات بكره او بعده. نشوف الدوري الانجليزي وترتيبه اكيد كلنا حافظينه يعني مانشستر سيتي هو بيحتل المركز الاول بجداره. اكيد مانشستر سيتي قدر ان هو يحسم من وجهه نظري قدر ان هو يحسم لقب الدوري الانجليزي
هنا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي في المركز الأول ب 75 نقطة، يليه مانشستر يونايتد في المركز الثاني 59، يليهم فريق ليفربول وإن شاء الله يتخطى كمان مانشستر يونايتد ويبقى في المركز الثاني، لكن ليفربول حاليا في المركز الثالث ب 57 نقطة فارق نقطتين. توتنهام هوتسبيرز في المركز الرابع ب 55 نقطة، أما تشيلسي في المركز الخامس 53 نقطة. نروح للدوري الإسباني ونستعرض مع حضراتكم جدول الترتيب. برشلونة في المركز الأول 66 نقطة، عدد النقاط بدأ يقل بعد تعادل فريق برشلونة الأخير أمام لاس بالماس عشان أتلتيكو مدريد، يبقى في المركز الثاني ب 61 نقطة، وتبقى مباراة في يوم الأحد مباراة نارية وتشعل الليجا من جديد. ريال مدريد في المركز الثالث ب 51 نقطة، أما فالنسيا في المركز الرابع ب 50 نقطة، وأشبيلية في المركز الخامس ب 42 نقطة. نروح للدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي نابولي متصدر جدول الترتيب ب 69 نقطة، يوفنتوس بعد مباراته الأخيرة اللي ألغيت أمام أتلانتا وتأجلت في المركز الثاني ب 65 نقطة، لاتسيو في المركز الثالث ب 52 نقطة، أما إنتر ميلان في المركز الرابع ب 51 نقطة، وروما في المركز الخامس ب 50 نقطة. نروح للألماني بسرعة. أكيد بايرن ميونخ هو صاحب الصدارة ب 60 نقطة، فرق كبير جدا 19 نقطة ما بينه وبين صاحب المركز الثاني بروسيا دورتموند في 41 نقطة، ومركز الثالث شالكا 40، واينتراخت فرانكفورت في المركز الرابع ب 39 نقطة، وبايرن ليفركوزن في المركز الخامس ب 38 نقطة. نروح للدوري الفرنسي سريعا وأخيرا. باريس سان جيرمان هو صاحب جدول متصدر جدول الترتيب ب 71 نقطة، يليه فريق موناكو ب 57 نقطة، ومركز الثالث مارسيليا 55 نقطة، أما ليون في المركز الرابع ب 50 نقطة، ومونبلييه في المركز الخامس 39 نقطة. ده يعني كان كل ما لدينا في خلال الأسبوع الماضي، اتكلمنا مع حضراتكم في حاجات كتيرة جدا. يا رب يكون حلقة النهاردة عجبت حضراتكم واتكلمنا على حاجات مهمة جدا. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي عارفين احنا عندنا تشامبيونز ليج وعندنا دوريات، هيبقى أسبوع ساخن جدا مليء بالأحداث، وكالعادة أسبوع المحترفين المصريين هيبقى معانا. وكمان قبل ما نقرب على كأس العالم هنستعرض كل المجموعات اللي موجودة وكل الفرق عشان نعرف مين هيلاعب مصر ومين هيلاعب مين، أقوى المنافسين واللعيبة اللي احنا هنتابعها، حاجات كثيرة جدا جدا هنكلمها عليكم في الحلقات القادمة. بشكر كل الناس كل القائمين على العمل علشان حلقة النهاردة تخرج، بشكر طبعا زميلي شادي عبد السلام مخرج البرنامج، بشكر كل الناس القائمة في الكنترول، بشكر طبعا أستاذ محسن لملوم رئيس التحرير، ومحمد كمال مرتضى وأحمد شهاب وإبراهيم وعمر طبعا وحسام، كل الشباب اللي بتساعدنا. يعني كان في ورقة معايا لكن الورقة أعتقد أنا مش لاقيها عشان أقول فيها كل الأسماء الشباب اللي كانت موجودة، لكن يعني بشكرهم شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقيكم على خير في الأسبوع القادم يوم الجمعة الساعة 9 حلقة جديدة من وايلد سوكر. نشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.